عايزين بقى النهاردة ندخل في النولج اريا الخامسة الحقيقة، وهي النولج اريا بتاعت البروكيورمنت. البروكيورمنت اللي هو المشتريات. احنا عندنا المشتريات دي من ضمن الحاجات اللي عادة بتودي في داهية. اغلب السرقة بتحصل في عملية المشتريات، وانت لو المشتريات مش مظبطه معاك كويس وانت ماشي بما يرضي الله هتلبس انت في الحيط، لان ممكن يكون غيرك بيلبسك. اوكي، فحط عينيك في وسط راسك في موضوع المشتريات ده وانت بتشتغل فيه، علشان بالذات لو انت في الحكومه او القطاع العام، لان دي هي مدخل الفساد في الحكومه والقطاع العام من الاخر. اوكي، اكبر باب من ابواب الفساد في الحكومه والقطاع العام هو المشتريات، ويليها المقاولين من الباطن. اوكي، الشركات او المقاولين اللي بتشتغل معاهم بيبقى لهم برضو للاسف باب من ابواب الفساد، فخلي بالك. المهم، لو نيجي نتكلم على البروكيورمنت، احنا عايزين نعمل اول حاجه كالعاده بلاننج، مش كده ولا ايه؟ فالبلاننج بتاع البروكيورمنت المفروض بيجي من الماستر بلان اللي انت عملتها قبل كده في مساله السكادجولينج. ازاي؟ والله انا وانا بعمل سكادجولينج عرفت ان انا يوم كذا محتاج كذا طن اسمنت، ويوم كذا محتاج كذا طن حديد، ويوم كذا محتاج كذا متر رمل وزلط وما الى ذلك من الريسورسز والدهانات واسلاك الكهرباء والمواسير بتاعت الصرف الصحي، كل ده لو ركزنا على ايه؟ مشروعات الانشائيه. فانت عارف انت عايز ايه امتى، المفروض ده خلاص حاجه انت خلصتها. فالنهارده هنيجي نقول والله ساي ان انت عايز شويه اسمنت. اوكي، فهترفع سماعه التليفون وكلم الحاج محمد توفيق اللي هو انا. اوكي، انا لسه ما حجتش على فكره يا جماعه، ادعوا لي والنبي ربنا يرزقني بالحج قبل ما اقابل وجه كريم يعني. فانت هتكلم الحاج محمد، الو ازيك يا حاج محمد، اخبارك ايه؟ والنبي انا كنت عاوز بكره 5 طن اسمنت، عندي صبه وناقص شويه اسمنت، ممكن تجيبهم لي؟ طبعا يوم الحاج محمد يقول لك ايه، والله تحت امرك يا باشمهندس، عنايه ليك، تحب ابعتهم لك النهارده ولا عايزهم بكره الصبح جاهزين؟ يعني ممكن ابعتهم لك في اي وقت. فانت تقول له خلاص خليهم بكره الصبح ما فيش مشكله، وانا متشكر جدا الحاج محمد، وخلصت مع الف سلامه، مع السلامه. فهنا الطلبية بتاعتك طلبية محدودة جدا، 5 طن اسمنت تمنهم 4000 جنيه ولا 3000 ولا 6000، مش فارقة، رقم مش كبير. اوكي، كل العملية عملية 5 طن دول هتحطوا على عربية واحدة، بالكتير لو عربيتين صغيرين هينقلهم لك. اوكي، هينزلهم من هيطلعهم من المخزن، مش هياخدوا ايه ساعة تحميل على العربية، يلا ايه 20 شكاره في خمس يعني 100 شكاره، 100 شكاره دول ايه؟ 2 3 عمال يعملوهم في ساعه مستريحين بالكتير. لكن تخيل بقى لو ان انت رفعت سماعه التليفون، ايوه يا حاج محمد ازيك؟ يا ترى والنبي انا عندي بكره صبه بعد اذنك، وكنت عايز منك 60 طن اسمنت، ممكن تجيبهم لي النهارده او بكره الصبح؟ تفتكر الرد بتاعه هيكون ايه لما تقول له عايز 60 طن اسمنت؟ اقول لك اجري العب بعيد. اوكي، اولا مخزني لو في 60 طن اسمنت، ممكن المخزن يبقى فيه 60 طن اسمنت. اوكي، اقعد انا احمل لك 60 طن اسمنت، انا ما عنديش غيرك، خد بالك. لا، ده انا هقول لك ايه، اقول لك عينيا حاضر، الاسبوع الجاي انا جاي لي جرار من المصنع، جرار 60 طن هعتقه عندك، مش هعتقه عندي في المخزن، هنزله على عندك انت على طول. عمليه التحميل والتعتيق دي فيها خسائر، في شكاير بتتقطع وفي خسائر في الماتيريال، زائد خسائر في الوقت بتاع شغل العمال، العمال كلها هتتعطل عشان تحمل لك 60 طن اسمنت. اوكي، زائد ان انت كده هتوقف لي شغلي، كله قاعد بيشتغل على الطلبيه دي بس، وكل الطلبيات التانيه مش هقدر اشتغل عليها، خدت بالك. فهنا ما ينفعش طلبيه زي دي تطلبها مني بالليل. المفروض ان انت عندك بلان بتقول ان انت محتاج يوم 20/5 60 طن اسمنت، تقوم انت يوم 10/5 تكلم الحاج محمد، تقول له يا حاج محمد والنبي انا كنت عايز الاسبوع الجاي 60 طن،
يا ترى هيجي لك جرار قريب تعتوا عندي ولا تعمل لي طلبيه؟ اوكي، علشان ايه؟ علشان انت تعمل حساب ان الريسورسز دي ممكن ما تبقاش موجوده. وبرده مش من المنطقي ان انا اقول طيب حلو 60 طن اسمنت انا هقسمهم على 12 مورد، اكلم 12 مورد كل واحد يجيب لي 5 طن اسمنت فلاقي الاسمنت عندي بكره الصبح. انت لو لقيت في المنطقه اللي حواليك 12 مورد، اوكي، بروبابلي انت مش بتتعامل مع ال 12، وبالتالي مش هينفع تعمل الطلبيه كده واحد ما تعرفوش بتطلبه تقول له ايه الحقني ب 5 طن اسمنت. لو تاخد بالك في اول مكالمه انت كلمتني انت تعرفني، اوكي، قلت لي هات 5 طن اسمنت، لا قلت لك فلوس ولا قلت لك سعر ولا قلت لك اي حاجه، قلت لك حاضر عينيا بكره يكونوا عندك. هكذا بيبقى التعامل مع الناس اللي انت عارفها. لكن مش هتكون بتعرف 12 مورد عشان يجيبوا لك ال 60 طن اسمنت. خلاص؟ يبقى ايه؟ لو تاخد بالك احنا كده ابتدينا نشتغل زي المساله بتاعت الهيومن ريسورسز. مش كده؟ ان انا لما عايز حد يشتغل عندي النهارده هبتدي ادور عليه قبليها باسبوعين، بشهر، 3 اشهر، ب6 اشهر. مش كده؟ مش هينفع ابتدي ادور عليه النهارده.